السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر حلو جدا 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 من عند النبي عليه الصلاة والسلام. والله العظيم الكلام اللي أنا بقوله في الفيديو ده صادق 100%، ولو خدنا بيه هتتغير حياتنا 180 درجة للأفضل، وأي حد بيتمنى حاجة في الخير إن شاء الله ربنا هيحققها له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. طيب أنا أعمل إيه عشان أغير حياتي 180 درجة، وأي حاجة بتمناها ربنا عز وجل يحققها لي؟ اظبط المنبه بتاعك على الساعة 2 بالليل، وقوم لمدة دقيقتين اتنين بس، وقول الدعاء اللي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. ادعو لنفسك بالمغفرة ولأهلك ولوالديك وكل الناس اللي بتحبهم، وادعي لنفسك زي ما انت عايز. إن شاء الله ربنا عز وجل هيستجيب لك، وهتتغير حياتك 180 درجة. وفي النهاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.